يبدو صيد الأسماك هنا أسهل من الصيد في عرض البحر، فهذه الأحواض أنشأت خصيصاً لتربية الأسماك سعياً من الفلسطينيين لتجاوز الصعاب التي تواجه عمل الصيادين قبلة سواحل غزة. لقيت أنه الصيادين بيعانوا من الدخول في البحر من الاحتلال الإسرائيلي، والثروة السمكية عندنا يعني نسبة احتياج السكان للسمك أضعاف مضاعفة للسمك اللي بيطلعوه الصيادين. فقطاع غزة بيعاني من نقص البروتين السمكي، فاحنا عملنا والتسهيل على الله. يعني قليل من المزارع في غزة تنتج سنويا وفق أصحابها نحو 200 طن من الأسماك، معدل جيد برأي القائمين على هذه المشاريع لولا التحديات التي تحيط بعملهم. أهم مشكلتين بنواجهها هنا في المزرعة انقطاع التيار الكهربائي، والمعابر. أنا منعبر العلف من طريق إسرائيل. عندك الكهرباء تقطع، لازم الدفاشات تكون شغالين 24 ساعة، شغالة المية وشغالة الكهرباء لإلهم. إذا قطعت الكهرباء حنشغل مولد، المولد حيكلف 250 لتر أو من 250 إلى 300 لتر. غزة باعتبارها مدينة ساحلية، فإن معظم سكانها يفضلون الأسماك التي يتم صيدها من البحر مباشرة، غير أن القيود التي تفرضها إسرائيل على الصيادين حرمت شباكهم من أنواع أسماك عديدة اشتهر بها بحرهم. أصناف محدودة من الأسماك وحركة شرائية تكاد تكون معدومة في سوق السمك الرئيسي بغزة، واللافت غياب أسماك يصادف موسم صيدها هذه الأيام كالسردين. عندك حوالي 14 نوع سمك موجودين في الموسم هذا، في المعاد هذا بكون السردين طالعة والمليطة طالعة والغزال والصلفوع، وعندك اللهم صل محمد السردينة، عندك أنواع كثيرة. هذا لما تكون الكمية كلها طبعا يكون سعر السمك يعني سعره كويس، وال يعني لما يكون موسم سمك يكون السمك منه كمية كثيرة طبعا بيرخص. طب اليوم عندك كيلو الجمبري وصل 90 شيكل. كل ذلك مرده إلى منع قوات البحرية الإسرائيلية الصيادين الفلسطينيين من الصيد بمساحة كافية، وإجبارهم على العمل في حدود 6 أميال بحرية فقط. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.